صدور فراخ مفرومه، ومعايا ربع كيلو وراك طبعا مخليه خالص من العظم والجلد ومفرومه زي ما انتم شايفين ناعم. لو انت هتجيبيها جاهزه من عند الراجل مفرومه يبقى كنبه، ما فيش هتفرميها عندك على الكبه، ما عندكيش كبه هتجمديها وتبشريها بالمبشره. انا حلت لكم الدنيا كلها لو ما فيش حاجات موجوده عندي. بصله مبشوره ومعصوره من الميه بتاعتها اهي زي ما انتم شايفين كده، بصلايه او تفل بصلايه، بصلايه عاديه جدا، حطيت عليها شويه ملح وحطيتها في مصفى وعصرتها بايدي عشان ما يكونش فيه اي ميه. معايا كمان فلفل حار، فلفل حامي، لو للولاد طبعا هتستخدمي فلفل الوان بحيث الموضوع ما يبقاش مشطشط. معايا كمان زيتون اخضر مفروم، ومعايا بقدونس وجبنه تشيدر، والجبنه دي اختياري، ممكن تحطي موتزاريلا او تحطي رومي او تحطي شيدر جوه الحشو، مش عايزه خالص ما تحطيش، هتعمليه حواوشي بدون جبنه. البهارات بتاعتي بقى طبعا ملح وفلفل ده اساسي، معايا توم باودر لاني مش حاطه توم فريش في العجينه بتاعه الحواوشي، فخدي بالك لو هتحطي توم فريش ما تحطيش توم باودر والعكس صحيح. وبرده بالنسبه للبصل، جنزبيل بيدي طعم حلو جدا مع الفراخ، يعني من الحاجات اللي بتليق قوي مع بعض. وعيش بلدي، عيش عادي من الفرن، هتعملي في عيش شامي اي عيش موجود، عيش بايت هيمشي حلو برده، يعني ما تقيديش نفسك. هنعمل بقى تكه صغيره كده يمكن دي جديده شويه عليكم، هنعمل خلطه ندهن بيها العيش بس مش زيت ولا سمنه. هعمل عندي الماده الدهنيه هديها تنكيف بالثوم وجوز الطيب. عايزه اقول لكم الخطوه دي في اي نوع حواوشي هتعملوه هتفرق معاكي 180 درجه. الثوم هيشرب او الماده الدهنيه هتشرب عندي طعم الثوم، فهتخلي فيه تست مختلف في الاكل، مش في قصه ان انا عامله عجينه حواوشي وحط في العيش وسوي وخلاص، لا الموضوع هيختلف جدا. التكه دي لو عملتيها في الحوشي حتى اللحم العادي هتلاقي الموضوع لا ده راح في حته تانية خالص. طيب عندي زيت، يا صباح الهنا، ده ايه البدايه الحلوه دي؟ ازيك يا نهار؟ وحشتيني وحشتيني يا روح قلبي والله العظيم. طيبه وانتي طيبه يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله. يا عايزه اقولك حبيبه موهومه بيكي يا روح قلبي، ربنا يخليها لك يا رب ويفرحك. قاعده قدام التلفزيون عشان احلى بوسه ليكي، احلى حبيبه في الدنيا حبيبتي. حبيبة قلبي. مطبقة البانكيك بتاعتي الله بقى بنفسها لوحدها يا روح، عندها كام سنة قولي لي؟ 10 سنين يا روح قلبي، يا رب كده نتعب لها يوم فرحها يا رب وتشوفيها أحسن الناس يا رب. بجد والله، والله وأنتوا وحشيني على طول حبيبة قلبي. كل سنة وأنتي طيبة ودايما في تقدم وتمنى يحيو كل يا رب. اللهم آمين بيكي وبحسك وبكلامك الحلو حبيبتي يا نهار، صباحك زي الورد يا روح. صباحك عسل حبيبتي، وحشتوني جدا جدا. كل الناس اللي كانت يعني مفتقداها او مفتقد صوتها في العيد ان شاء الله يكلموني النهارده ونصبح على بعض كده ونسمع صوتكم. طيب بصوا بقى انا عملت ايه، حطيت الزيت وحطيت السمنه، والتكه دي هتفرق زي ما قلت لكم جدا في الوصفه. هتلاقي ريحه العيش كده مش بس ان في ماده دهنيه، لا هتلاقي العيش ده نفسه ليه ريحه مميزه عن اي حواوشي عملتيها قبل كده. اتقلبوا مع بعض، مش عايزه طبعا الموضوع يسخن قوي، مش عايزه الثوم يتحمر عشان ما يقلبش عندي ثوم ممرر، فتاخدوا بالكم برده من التكه البسيطه دي. يا دوبك تقلبتين ثلاثه واحطه كده هنا ولا كاننا عملنا حاجه، يهدى شويه واديله جوز الطيب. طيب تعالوا بقى نشوف، انا هحط بس الطاسه بتاعتي كده تسخن واشيل بس ايه شويه زيت عشان ما يدخنوش معايا. عايزه بقى تعمليه في الفرن، تلفيه مثلا في ورق زبده ماشي، ممكن تحطيه في صاج مدهون زيت كده بدون اي لف ماشي حلو برضو، هتعمليه على الفحم الله بقى هيبقى يعني روعه بالفحم. انا عندي طاسه بتاعتي احط فيها نقطه زيت، وادي نقطه زيت هنا اهي، نعملها بس كده بالفرشه عشان اوزع كل الماده الدهنيه. انا بصراحه واحده من الناس بحب قوي تسويه الطاسه في الحواوشي، ليه؟ اولا بينجز، انا ممكن اشغل اربع عيون حواليا تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين بيطلع العيش مقرمش مش ناشف، يعني لما اجي اكله احس ان العيش بتاعي مقرمش وفي نفس الوقت ما بيقطمش جامد، يعني برده كريسبي لكن مش ناشف قوي، يعني في ناس كتير بينشف معاها الحواوشي. طيب نبتدي بقى بالعجينه. ازيك يا سموحه؟ ازيك يا شفتوته؟ يا صباح الهنا، وحشتينا وانتي وحشتيني جدا جدا جدا. انا عندي مشاكل مع النت وعمال اقول البرنامج اتغير راحت فين. لا في قاعده على قلبكم الحمد لله لحد دلوقتي ربنا يديك الصحه ويخليكي لينا يا رب ويخليكم ليا. اللي انت بتعمليه ده فكره ممتازه، انا حاولت اجربها في مره بس قولي لي ايه اللي حصل؟ عمال اقول لا لا ما جربتهاش، ما جربتيهاش حاسه ان لا انا عك ما تعملي مشكله، لا ما ياكلوش فكده بقى اجربها بقى. كليه انت، هنستخسر في نفسنا؟
كلي بالهنا. لا انا كده هتوقفني وهقول لهم الشيف تو ده هم بس يسمعوا. لو طلع حلو، لو عملتيه حلو الشيف تو ده، ما عملتوش حلو ما تجيبيش اسمي. لا والله هياكلوا هوا، هياكلوا هوا باذن الله. لا ان شاء الله يا رب يطلع زي الفل. ربنا يخليك لينا يا رب، ويخليكم ليا يا روح قلبي. ما تحرمناش منك ابدا، وانا منك والله قوي قوي قوي. والله والله وانتوا وحشتوني قد الدنيا. ربنا يديك الصحه يا رب كده، واجازه سعيده يا رب. يا رب يا حبيبي اجازه سعيده يا رب. اللهم امين يا روح قلبي. صباحك زي الورد يروح. اتفضلي يا شيف تو حبايبي. هما كانوا 10 ايام والنبي، كانوا 10 ايام حبايبي، بس هما كانوا عندي اطول نفسيا. يعني انا جايه هنا الصبح عماله اقف ناحيه الثلاجه شويه وناحيه البوتاجاز شويه، مفتقده جدا المكان بالناس بالموجودين حبايبي اللي معايا هنا في الكنترول، كل حاجه مفتقده كل تفاصيل. طيب حبايبي بقى نركز، احنا بنعمل ايه؟ عندي الموضوع كله زي ما بنقول كده بالبلدي هلا بيلا. عندي اللحمه، الوراك على الصدور، على الخضار، على البصل، على التوابل، كله مع بعض تمام. التكه بقى جايه دي ما اقولكوش على الطعم، بتدي طعم روعه. تحس انك خدتي كده سنه للمطبخ الايطالي، او حته كده طعم الزيتون، حته البيتزا شويه، شويه ايه؟ زيتون مفروم اخضر بقى، زيتون اسود، يعني اللي انت عايزاه، مش هنتقيد بحاجه. انا بقى هعمل ايه؟ عايزه اقول لكم ريحه الثوم اللي انا حطيته في الزيت بس بدون اي اضافات عامل عندي شغل حلو جدا. عشان الصدور والوراك برضو مش هنقدر نقول دهونهم عاليه قوي، فبدي شويه زيت بسيط، حاجه يعني ايه يا دوبك معلقتين. ونبتدي نعمل ايه بقى؟ نخلط بقى. بصوا، عايز تحطي جزر مبشور حطي، عايزه تحطي كوسه عشان ناكل الاولاد الكوسه وفي نفس الوقت ما يحسوش بيها حطيها، لكن ابشريها وعصريها، عصريها كويس جدا. عايز تحطي بسله الجزر، بصي اللي انت عايزاه. الحواوشي والكفته من الحاجات اللي اقدر اخبي فيها حاجات كتيره جدا، فدي ميزه بقى. انت خليكي نصحه وحطي للولاد حاجات كتير جوه. بصوا انا عندي اقدر اشكلها حواوشي، اقدر اشكلها اللي هي كفته الصينيه، اقدر اشكلها كفته مشويه بالخلطه دي. عايز تديها شويه ليا بما ان العيد يعني عدى وفي ناس عندها ليا موجوده في البيت، او طرب حتى حته تفرميها هتديكي طعم خرافه. بس انا قلت ايه، احنا خارجين من العيد وناس كلت ضاني والكلام ده، فما يبقاش الموضوع ايه في اي ريحه ضاني. انا عايزه الموضوع فراخ صرف. بصوا بقى عندي العجينه بقت عامله ازاي اهو. يا صفصف يا صباح الهنا والجمال وكل حاجه حلوه. صباح الفل يا توتا، ازيك يا روح قلبي؟ وحشتينا جدا والله، وانت وحشيني جدا جدا. منوره الشاشه يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه وعودا حميدا يا رب. والله وحشتوني قد الدنيا، يعني لو اقول لكم وحشتوني قد ايه مش هعرف اوصف اللي جوايا. انا كل يوم بفتح الساعه 12 اقول لعل وعسى اجازه اجازه يعني اجازه اجازه، رجعنا اهو من الاجازه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا روح. تسلم ايدك. وايه الحواوشي الجميل اللي بالفراخ ده؟ ايه رايك بقى؟ انا هعمله النهارده ان شاء ماشي. الله ماشي، هستنى التطبيق على طول. انت اكتر واحده تطبيقها سريعه. انت عارفه والله يا نايه. حبيبه قلبي ايدك وعينك يا رب. يسلم لي قلبك يا روح، ربنا يفرح قلبك. يحرمنا يا رب من طلتك الحلوه، ولا يحرمني منك ابدا كلها يا حبيبه حبيبه قلبي، ولا يحرمني منك. صباحك زي الفل، صباح الهنا والسعاده. بصوا بقى، الفراخ من الحاجات اللي ما بتكشش قوي زي اللحمه. يعني انا مثلا لو بعمل باللحمه لازم احط كميه محترمه، كميه كبيره. نقطه كمان، انا هسويها على الطاسه، ما ينفعش اروح احط طبقه الفراخ قد كده واقول انه هيستوي في 3 دقائق. حتى ما نزلت الوصفه عندي على الصفحه، لا لازم اللحمه اللي جوه تبقى راقيه دوبك، راقيه جدا زي ما انتم شايفين. بصوا السمك عندي قد ايه؟ اهو صغير جدا. بعمل ايه بقى؟ بضغط كده واعمل ايه بقى؟ اجيب، خلينا بس نعمل واحد تاني عشان ايه نغير الجوانتي مره واحده. اهو اعمل واحده هنا كمان، باخد كده. طبعا الكميه اللي جوه دي بتاعتك انت، يعني انت لو من الناس اللي بتحب مثلا الحشو كتير زودي، دي بتاعتك انت. عايزه الدنيا تبقى في الحنين كده واقتصادي شويه، يبقى ايه قللي الحشو. اهي شايفين عندي لونه اصلا حلو ازاي؟ اهو بعمل كده. ده مين صاحب الرغيف ده بقى متوسطي بزياده؟ اهو نشيل شويه، دي طلعت كبيره قوي اهي. ونضغط كده، تعالوا نعمل واحد كمان. اقدر انا اعمل ايه بقى من غير ما ادهنه اي حاجه؟ اروح مدخلاه الفريزر، الف كل واحد كده بكيس بلاستيك او ستريتش واحطه عندي في الفريزر. ماليش مزاج اطبخ مثلا النهارده، رايحه النادي، رايحه المصيف، اروح مطلعها سايباه يهدى وروح مسويه على طول. ازيك يا ام عمر؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه اعرف طريقه اللازانيا. عينيا حالا دلوقتي، كل عيونك.
تسلم عينيكي. يسلم لي قلبك حبيبتي، صباحك زي السوق. طيب اللازانيا عندي بجيب شرايح اللازانيا من السوبر ماركت، موجوده في اي سوبر ماركت، العلبه ب 18 جنيه تمام، يعني حتى سعرها مش عالي قوي واحنا مش هنعملها كل يوم. بجيبها عندي مش بسلقها ابدا، بتطلع حلوه جدا بدون سلق. بجيب صينيه كبيره او بايركس او اي حاجه تعملي فيها، وابتدي ان انا ادهن شويه بشاميل. هقول لك برده صوص البشاميل عشان تقدري تعمليها، احط بس الجبنه هنا اهو، احطها كده جوه تمام اهي، واضغط كده. هجيب عندي الشرايح اللازانيا وهبتدي احط في الصينيه شويه من البشاميل تمام اهي زي ما انتم شايفين، احط واحده هنا وابتدي ان انا احط شرايح اللازانيا. هتاخد مثلا اربع طبقات بشاميل واللازانيا، وتحطي اللحمه المعصجه وتكون يعني ما تكونش ناشفه، لازم يبقى فيها عصير طماطم بنسبه كويسه. ليه؟ عشان هو الصوص ده هو اللي هيسوي لي الموضوع، فناخد بالنا من النقطه دي. حطيت طبقه بشاميل، ثلاث شرايح لازانيا او اربعه على حسب الحجم، ببتدي ان انا ارص الطبقات، طبقه بشاميل لازانيا لحمه وهكذا، بكرر الطبقات. حط بشاميل على الوش واقفلها فويل وادخلها الفرن سخن على 180 لمده 35 ل 40 دقيقه. بعد ال 40 دقيقه بفتح الفويل اكشفه، ادي وش موتزاريلا، سيبها تسيح. طيب اللحمه المعصجه هنعملها ازاي؟ تعالوا بس كده نشيل دول واقول لكم اللحمه المعصجه ازاي تعمليها وتطلع يعني من الاخر. بصلايه نص كيلو لحمه مفرومه، وابتدي ان انا اشوحهم مع بعض، ادي ملح وفلفل وبهارات يعني بهارات لحمه كده بسيطه، رشه قرفه، وابتدي اشوحهم مع بعض. اديهم بعد كده عصير طماطم وطماطمايه مبشوره، وابتدي ان انا اقلب كله على النار لحد ما اللحمه تستوي وتفلفل كده، ولازم اسيبها تتسبك ويبقى فيها صوص، ما تبقاش ناشفه تمام. بعد كده ببتدي ان انا احط الطبقات واكمل الموضوع. البشاميل قلنا كتير جدا مع بعض، مقاديره برده سهله قوي. كل كوبايه لبن بتاخد معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من الماده الدهنيه، بقلب الدقيق مع الماده الدهنيه بس ريحته تخرج عندي، انزل باللبن يكون بارد، اقلبه في الاخر بظبط ملح وفلفل، رشه جوز الطيب بسيطه، عندك كريمه لبانيه، عندك قشطه بلدي، اي حاجه انت حابه تحطيها. طيب ده الزيت عندي والسمنه اللي خدوا طعم التوم، هديهم بشر جوز الطيب اهي، شوفوا الدلع بقى التكه دي بتنقل الموضوع في حته ثانيه خالص. نروح بقى هناك عشان نسوي كمان الحلوين اللي معايا دول اهو، عالوا كده كده دي، والطاسه بتاعتي كانت سخنت جدا فانا ايه شلتها. بصوا بقى همسك الرغيف بتاعي اهو، اخد بقى من الزيت اللي ريحته تحفه ده واعمل كده، شايفين بقى يا هنود؟ على السلامة. يا صباح الهنا، الله يسلمك يا روح قلبي، نورتي القناة ونورتي الدنيا كلها حبيبة قلبي، ربنا يكرمك، انت اللي منورة الدنيا كلها والله، انتوا وحشيني اكتر بكتير. اخبارك ايه؟ بخير يا حبيبتي والله، طول ما انتوا بخير. عملت ايه في الاجازة؟ ما عملتش حاجة، قاعدة في بيتي وبشكر ربنا. قاعدة في بيتي زي اي بنت مصرية اصيلة. مش عارف يعمل حاجة. والله لا، الجو كان حر جدا، ويعني ما ضبطتش ان انا اشم هوا في اي حتة، بس رحت قعدت على الكورنيش. ايوه لا، ما هي فعلا الواحد بيبقى عايز يخرج بره يشم هوا بالليل بقى، هي بالليل الجو والله بالليل الصبح خرجونا بس، واحنا مش هنقول لا، احنا جايين معاكم في اي حته بس حد يقول لنا نخرج. ايوه صح، عايزين نخرج. والله لا، ان شاء الله يا رب كده كل تكون كل الناس اتبسطت في العيد، واللي سافر واللي قضى مع عيلته واصحابه، المهم ان احنا اتبسطنا باي شكل كان. صحيح الحمد لله، واجازه سعيده عليك يا رب. يا رب احنا يا رب يعود عليك الايام كلها بالف خير يا رب، وانتوا دايما معايا كده مسمعيني صوتكم الحلو. انا عايزه بقى اشكرك على الطريقه بتاعت لحمه الراس، جربتها قولي لي بقى طلعت حلوه؟ انا جميله جدا جدا على فكره، انا اول مره اعملها في حياتي. خلاص بقى طالما طلعت حلوه قبلي بقى، هيقولوا لك بقى عايزينها كل شويه. جميله، شفتي الرز بلبن اللي انا بعته لك امبارح؟ بعتيه لي على الصفحه صح، شفته كان في علب كده ووشه مكرمش وجميل صح؟ ايوه حلو، انا فاكره اهو. انت اي حاجه من ايدك حلوه والله، ربنا يخليك. انا بس بقول لك ان فعلا كل حاجه انا بتعلمها منك، حتى لو انتو كانت والله شاطرين. صعبه، انتوا اي حاجه بتعملوها بتطلع من ايديكم حلوه والله. هي فعلا انت قلتيها، انا بثق فيكي وفي طريقتك، عشان هي بسيطه وسهله والله العظيم يا شيخ بجد. والله انا عينيا ليكوا، هي المحبه كده من عند ربنا، انا فعلا بحبك جدا. ربنا يخليكي لينا ودايما تعلمينا كل حاجه، وانا مبسوطه بالحواشي اللي انا بحب الحواشي. طب يلا بقى جربيه وهستنى الصوره، وهستنى برضو انك تكلميني كده تطمنيني الاخبار ايه. حاضر اوكي، اتفقنا. يروح قلبي، صباحك زي الورد، صباح الورد يروح. باي باي. باي يا حبيبتي. طيب نشيل بقى حاجتنا كده. يا لا ده انا حبايبي كلهم بقى، ده انا يعني اقول ايه بس، كتير عليا.
صباح الورد يا ام اسلام. صباح الهنا يا حبيبتي. صباح الورد، عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشاني والله. والله وانت وحشيني جدا. كل سنه وانت طيبه حبيبتي ودايما منوره الدنيا كلها. حبيبتي بنورك، ربنا يفرح قلبك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. قولي لي عملتي في العيد؟ عملت ايه؟ المطبخ ورايا المطبخ. مفيش امل ان احنا نفلفص من المطبخ خالص. مفيش امل. يوم الوقفه بس يا توتا اللي خرجت فيه. طب خرجت يوم الوقفه؟ اللي هو البلد كلها تبقى زحمه؟ لا مش زحمه، كان رايق جدا. هادي. خرجتي بالليل اكيد. مكان مش قادره اقول لك رائع. خدت خطيبه اسلام ورحنا بقى. والله انت حاجه جميله. عالنيل. انسي الدنيا كلها بقى. الله. في مكان والله. يعني يعني قعدتي كده ولا في مكان جوه؟ لا في مكان طبعا. طب لا قولي لي بقى، بما اني ما رحتش في حته ولا سافرت فايه، قولي لي يمكن قلدكم كده واروح. هو مكان على النيل والله. لا احنا بينا بقى في التليفون، بينا وبين بعضينا، مش هينفع نقول هنا. بس بقى هيتخانق. يا توته والله تقعدي تنسي نفسك خالص. يا رب يا رب. الوقفه بعد الفطار خلاص لبسنا ويلا. يعني المهم انك قضيتي اي حاجه في العيد خرجتي. الحمد لله. بس دي اهم نقطه. بس الباقي بقى في المطبخ يا توته. في المطبخ هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه بس في المطبخ اللي ورانا ده؟ هنعمل ايه؟ بشكرك والله على كل حاجه، وبشكرك على الكفته التحفه بجد جميله. قولي لي طلعت ايه؟ حلوه قوي يا رب بألف هنا والله، ونعمه كده من جوه وهشه حلوه قوي برضه والله. عشان بس جميلة. من ايدك والله. لا يا حبيبتي لا، انت يعني انتوا اساتذه والله وبتعملوا كل حاجه حلوه. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي، وميرسي على الحلقه الجامده دي حبيبه قلبي. ربنا يخليكي حبيبه قلبي يا رب، ويخليكم ليا يا روح قلبي. تعيشي حبيبتي كل كرو البرنامج، كل سنه وانتوا طيبين يا رب، وانت بالصحه والسلامه. محمد وايه ومخرج البرنامج حبيبتي. استباعي طبعا، دخيل والبركه طبعا طبعا. ربنا يسعده يا رب، وكل سنه وهو طيب يا رب. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يخليكي لينا يا رب. يا رب يخليكم ليا يا روح قلبي. صباحك زي الورد. انا مش عارفه العين كانت شغاله حلوه قوي، فجاه لقيتها ايه ريحت. بس احنا ماشيين. التشريطه دي طبعا يعني بتبقى شكلها حلو جدا في التقديم. يعني انت لو هتعملي مثلا حواوشي، هاتي لك طاسه كده من دي عشان تروحي تجيبي حاجه غاليه، في من اول 100 جنيه 150 جنيه بس هتنفع معاكي حلو جدا. كفته، حواوشي، فراخ، صدور فراخ مثلا مشويه كده حاجه خفيفه جنب شويه مكرونه بالوايت صوص، يعني هتنفعك جدا. عندك جريل كهرباء مسوي عليها كمان اللي بغطا دي، تبقى حلوه جدا ومطلع الحاجه طريه. ممكن بقى اعمل خطوه حلوه، يعني مش هعملها معاكم دلوقتي بس هقول لكم عليها. ان انا بحط شويه ميه ببخاخه كده اول ما العيش يخرج، ده بيحافظ على نسبه الرطوبه الموجوده جوه العيش، فبالتالي بيفضل حلو جدا. انا بس مستنيه النار تبتدي تشد، لازم اديله وقته في السوى عشان انا مش حاطه حاجه مقفوله، يعني مش قافله الصينيه بتاعتي او مش قافله الطاسه، فلازم ان انا اسويه كويس جدا. يعني ممكن افتح كده من الجنب اوريكم ايه الدنيا. فين الشهيله بتاعتي اهي؟ بصوا اهي لون الفراخ ابتدى يغير. استنى انا هرفعها لكم عشان ايه تقدروا تشوفوها. بصوا اهي شايفين ابتدت تبيض اهي وما كشتش. طب انا ليه عامله ميكس بين الصدور والوراك؟ عشان حد ممكن يبعت لي يقول لي يا توتا طب انا ممكن اعملها بالصدور بس. ممكن، بس هتحتاجي تزودي شويه سمنه او شويه زبده لان الصدور دهونها قليله، فمش عايزه لما اجي اكل حواوشي الاقي ان الموضوع ناشف او مش الفراخ مش غاضه كده وطريه. فهعمل ميكس بين ايه؟ بين الصدور وبين الوراك. تمام. نقينا على اهو. بصوا بقى واروح عامله ايه، واخده بالزيت بتاع الثوم. التوم مش هيبقى طعمه قوي لان انا حاطه التوم شرايح مش مفروم. التوم لو مفروم كنت هلاقي لا الموضوع فيه توم اوفر يعني بزياده، فبالتالي انا حاطه بس شويه صغيرين، وهزود شويه زيت واعمله كده. مش عايز تحطي الجبنه ما تحطيهاش، الجبنه دي بتاعتك انت. ابصوا بقى ده قرمش كده من تحت اهو، هيبتدي اروح واخده برده زيت التوم حاجه كده بسيطه واروح حاطه عليه طول ما انت واقفه كده بايدك اهو زي الفل بيتحمر اهو جميل. هدي بس ايه نقلبه طول ما انت واقفه كده. ايه افضلي ان انت قلبيه اهو، سهل قوي وبسيط. ننقل على الناحيه الثانيه اهو. حاضر يا استاذ تباع اهو. فاضل دي نعلي بس دي كده بس اهو، بس كده اهو. موضوع سهل جدا وبسيط. انا مفكر كمان دلوقتي اخد قطعه من الحواوشي ده سخنها عشان اوريكم من جوه كده، تكون الجبنه ساحت شويه اوريكم شكلها من جوه. حاضر اهو اهو اهو
هدي بس النار عليها، محتاج سنه. يعني عايزه اوريكم ان هو، عايزه اقول لكم ان هو استوى. بصوا من جوه اهي كده يا استاذ سباعي، اهو مفيش اي لون بينك عندي ظاهر، يعني مستويه جوه اهي. بصوا الجبنه اللي جوه دي كمان، الله ما خدش وقت خالص، سهل وبسيط اهو. بس عندي الزيت سخن قوي، هرفعه عندي هنا. وتعالوا كمان نشوف ده محتاج سنه، ممكن انقله هنا. هنلحق يا استاذ سباعي نطلع ده. تعالوا نشيل دي عشان ايه الدخان. انا مش عايزه النار تبقى عاليه قوي، خدوا بالكم من المعلومه البسيطه دي. ليه؟ عشان ما الاقيش ان العيش بتاعي اتحرق او اغمق. اهو شايفين، هقطع معاكم برده واحده. ما الاقيش ان العيش بتاعي اغمق والفراخ بتاعتي ما استوتش، ده على فكره في اللحمه او في الفراخ. فخلي النار هاديه شويه بحيث ان هي اللحمه او الفراخ يستووا، وفي نفس الوقت العيش يقرمش ويبقى واخد لون وتحميص حلو جدا. ده خلاص فاضل له دقيقه كمان ويبقى الموضوع منتهي. عايزاكم تجربوا الوصفه، سهله قوي وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه. طبعا لو حد لسه داخل دلوقتي حالا ما لحقش المقادير، كل حاجه زي ما احنا متعودين بتنزل على صفحتي بالتفصيل الممل. تعالوا بقى كده هقطع معاكم اللي طلعناه ده ونبقى خلصنا. هنجيب لكم ايه؟ كنت عايزه بتاعت ال، فين هي؟ ما عندناش مخرطه ملوخيه؟ طيب هنقطعها عادي بالسكينه. اهو وديتوا السكاكين فين؟ نقطعها بايدينا بقى شكلنا. اهو نقطعها بالمقطع ده وزي الفل. لو برضو نشوف ايه؟ اهو بصوا ده كمان اتحمر ولونه تحفه. بصوا طبعا الشكل اللي بالجريل انا يعني كتوت عاجبني اكتر اكيد بكتير. بصوا بقى سامعين القرمشه بتاعت العيش، السكينه رايحه جايه ازاي عليه، مقرمش جدا وفي نفس الوقت طري مش ناشف. فهي دي نقطه برده كده اهو. بصوا بقى تحفه. الجبنه عندي، تعالوا نقطع كده كمان الحته دي اهو. يعني دلع مفيش بعد كده اهو. سهوله، سهل جدا وبسيط، مفيهوش اي حاجه صعبه. ان شاء الله ناخد شويه نخلي كده جنبه اهو وبس خلاص، وتبقى اكلتي جاهزه وتمام التمام. اكله صيفي كده سهل.